توفي اليوم الفنان السوري محمد خرماشو عن عمر ناهز 71 عاما وفق ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين. وجاء في صفحة نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق على موقع فيسبوك: تعازينا الحارة بوفاة الزميل الفنان القدير محمد خرماشو، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية وسط حضور الأهل والأصدقاء، حيث انهارت زوجته على قبره. ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفنان محمد خرماشو العزاء في الفقيد لمدة 3 أيام متواصلة اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء داخل صالة العزاء في قرية البهلولية، فيما شيعت الجنازة ظهر اليوم. واشتهر خرماشو بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينمائية، وشارك في دبلجة مسلسلات تركية أبرزها المسلسل الشهير نور. كما شارك محمد خرماشو في مسلسل باب الحارة السوري الشهير في 5 أجزاء مجسدا شخصية أبو حسن. وظهر أبو حسن في مسلسل باب المراد عام 2014 بشخصية أحد أحفاد الإمام علي بن أبي طالب، وهو الدور الذي حظى بإعجاب الجمهور لدى عرض المسلسل. ويذكر أن الراحل انتسب إلى نقابة الفنانين في سوريا عام 1985، وله العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية، من أهمها البركان وحمام القيشاني. كما قدم العديد من الأعمال الكرتونية المدبلجة أبرزها دور بابي في المسلسل الشهير بابي، وشخصية شريخان في المسلسل الكوميدي سيمبا. وولد الفنان الراحل محمد خرماشو في منطقة المزة دمشق في سوريا، وتعين في نقابة المهن التمثيلية عام 1985، واشتهر بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينمائية. كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي، وهو مسلسل نور كما ذكرنا. وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية الجد فكري الذي كان مقربا للكثيرين. وشارك محمد خرماشو أيضا في المسلسل الشهير باب الحارة على مدار 5 أجزاء تم إنتاجها، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية أبو حسن، وظهر في الجزئين الرابع والخامس كضيف شرف. ويعتبر مسلسل باب المراد من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه الفنان الراحل محمد خرماشو. في النهاية نشعر جميعا بحزن شديد لفقدان هذا الفنان الموهوب، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. مقتل الفنانة السودانية شادن. قتلت الفنانة السودانية شادن محمد حسين إثر إصابتها برصاصة طائشة في العاصمة الخرطوم. وبحسب نشطاء تسببت شظية بوفاة الفنانة شادان داخل منزلها في أم درمان فجر اليوم. ونعى سودانيون عبر موقع التواصل تويتر شادن محمد حسين معبرين عن حزنهم لوفاتها وداعين لها بالرحمة والمغفرة. وولدت المغنية الراحلة في مدينة الأبيض، حيث درست في مدرسة الشيماء النموذجية والسيد علي المرغني النموذجية حتى انتهاء المرحلة الثانوية، ولاحقا انضمت إلى الجامعة الأهلية حيث تخصصت في الاقتصاد والبنوك. وسبق أن كشفت شادن في تصريحات سابقة أن والدها هو جنرال متقاعد في الجيش السوداني، وكان محبا للتجوال في داخل السودان وخارجه، بينما ارتبطت والدتها بجذورها أكثر. وقالت إنها حازت على لقب حاكمة وهو عرف بين القبائل تطلع به المرأة للقيام بأدوار إيجابية، لكنها حازت على اللقب بطريقة مختلفة، إذا لطالما أكدت أن أحد أدوار الحاكمة هو إدارتها للحروب، وصف ذلك إنه أبشع واجباتها. وأكدت إنها أرادت تغيير مفهوم الحاكمة لتعلم السلام والطيبة وتجمع من حولها على ذلك، مضيفة إنذاك أن كل ما يبحث عنه الإنسان السوداني البسيط هو الاستقرار والأمان فقط.